جايز، معكم لينا بفيديو اليوم. اجا الوقت مثل العادة لأعمل علاج لشعري مرة تانية أو الأحرى مرة تالتة. فبما أنه هون الصيفية بكوريا كتير في رطوبة وكتير في شوب، فجيت لحتى أعمل كريزي تريتمنت، التريتمنت اللي فرجتكن عليه بفيديوهات سابقة. وبما أنه هالعلاج نسب لشعري كتير، شفت ولا ضرر منه أبداً، فكرمال هيك رح أرجع أعمله. هيدي بتكون المرة التالتة. هالمرة جايز عادة كل مرة بعمله بس بعمل شعري جالس ستريت. هالمرة رح أعمله اترك ال كيف بدي أقول الطعج الطبيعي اللي فيه. رح بلش اليوم بالتريتمنت وحفرجيكم على المراحل، ولأنه حغير شوي نكذة بستيل شعري عبالي أعمل فيه لك. يعني مش لك شيء كتير ناعم، إذا بتزبط بكون كتير مبسوطة. حفرجيكم على كل الستبس جايز، وبتمنى يعجبكم هذا الستيل الشعر وهذا العلاج. وكثير منكم جايز سالتوني اخر مره بالكومنتات، قلتوا لي انه لينا شو اسم العلاج، وين فيها نشتري المنتجات وهيك. وانا لان ما بعرف وين في اشتريهم، يعني انا بجي على الصالون وهن بيعملوا لي اياه، بس لانه هالصالون بوثق بالمنتجات اللي بجيبها، منتجات منيحه. فكرمال هيك قررنا نعمل تعاون انا وصاحبه الصالون هون، لانه كثير منكم سالتوني عنه. رح نعمل مثل كيت، يعني عده هيك صغيره بقلبها هيدا كل المنتجات اللي عم يسميها على شعري، التريتمنت موجوده كلها، حتكون بقلب صندوق باسمي انا زائد اسم الصالون بعد ما اطلقناه. بس اتركه رح خبركم عنه يا اما بفيديو يا اما على الكوميونتي، بعتقد بفيديو. بس anyway رح يكون المنتج قريبا جدا، رح نقدر نصدره للبلدان العربية. فبعد حوار وكونسلتيشن لحوالي 40 دقيقة، قررت هالمرة ما اعمل كريزي تريتمنت، بس لانه ولا مرة ابدا فرجيتكم على شكلي بالشعر الكيرلي، وانا مجربيته كتير قبل بس ولا مرة فرجيتكم عليه على القناة عندي. فحسيت هيك لتغيير فريش وحلو خرج الصيفية انه اعمل شعري فيه طعج كتير ناعمة. فاذا قررنا اليوم نعمل بيرم، رح تشوفوا لينا بشعر كيرلي. خليكن واحضروا البروسس. اوكي جايز، رح حطوا لي هلا البرودكت اللي بيساعد على البيرم، ورح ننطر 10 دقائق. يس بلفوا لي راسي كوكيو تشيكن. جايز ما عم صدق اني عم بعمل هيدي الخطوه اللي انا بعتبرها كثير جريئه، لان انا ما بعمل هيك اشياء عاده. تغيير يعني مثلا لون شعر غريب او ستايل شعر غريب، كثير بحب اعملهم وبضل عم فكر فيهم دائما، بس ما بحس حالي كثير اوقات جريئه لاعملهم. يعني بس اعملهم برجع دغري بنفس الثانيه بقول يي عبالي ارجع مثل ما كان، وبس ارجع مثل ما كان بقول يي عبالي ارجع اعملهم. بعرف انه في كثير صبايا نفس الشيء مثلي، بس خصوصا بالشعر. جايز عملت هلا الحمام الثاني، غسلوا لي التغسيله رقم 2. اول شيء حطوا لي هيدي الماده
رجعوا مثل ما شفتوا بالمكنه بالسشوار لمده 10 دقائق، رجعوا حطوا لي ماده ثانيه دغري فركوها يعني شيء 5 دقائق خلصوا ورجعوا غسلوا لي شعري مره ثانيه. هلا صار وقت تنشف لي اياه وننتقل للمرحله اللي بعدها. الحمام هذا هو شعري الطبيعي، ناعم كثير وكثير جالس مثل ما شايفين، وانا دائما ما بعمل له شيء لشعري، يعني بس بعمل له علاج مشان النوبره، بس هيدا شعري فمحمس كتير لحتى اشوف حالي بستايل مختلف. حيستعملوا هيدي المكنة. جايز عم بتفكروا شو هيدي المكنة اللي مثل الرجل الآلي عندها هيك كماشات، بعد ما يلكوا لي اياهم بحطوهم هيك بوحدة جلد بروتكتيف مشان ما تحرق الشعر، وبنفس الوقت هيدا مثل كأنه سشوار يعني عم بيطلع سخونة مشان تلك الشعر منيح، فبيكون يعني الشعر كله عم يتعرض للحرارة، بس نفس الوقت هن اوريدي حطوا هيدي الجلدة يعني مش كتير حرارة قوية، وقبل ما يلفوا لي شعري حطوا لي كمان مادة حماية على شعري مشان الحرارة ما تأثر بطريقة سلبية. أول مرة حتشوفوني بهذا التغيير. أجمع موري. أوه. يودبون. أيوه. 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 ناي. 배터리 바꿔볼까요? 왜요? 배터리 없어요? 네. 깜빡이는데요. 어디 가요? 그거. 아. 그렇군요. 그거 바꿔볼게요. 네. 네. 리나의 볼륨이 오케이. 하이딜 마르할레 라 암미. 왜 그래? 아, 전선 밟았어요. 아이고야. 갑자기야. 아, 찍혔어야 되는데 이런 거. 뉴트럴라이저. 쭉. 여기 한 번만 혹시 잡아줘. 감사합니다. 자, 세게. 오, 사무라이 파이터. 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 네.
اللي عم تحطه مسقع بس ما له ريحه. جايز هيدي كانت النتيجة بعد عمل لحوالي أكثر من 3 ساعات. شعري طلع نوعيته ما بيهدى أبدا باللكة، وهيدي أكثر لكة قدروا يعملوا لي إياها. بتحس حالي عم بعمل دعاية لشي شامبو. فميرسي كثير جايز إنه حضرتوا الفيديو، بليز ما تنسوا تدعموني بلايك وسبسكرايب وعملوا لي فولو على الانستغرام وتيك توك. فكرتوا انه خلص الفيديو؟ اكيد ما خلص، لانه رح اعمل لكم شوية عرض لفرجيكم شعري لانه كتير مبسوطة فيه. و سوري always same.